يو يو، واش الدراري واش الدريات؟ معكم دوولف. اليوم جيت لكم في فيديو جديد او جيم جديده. اليوم غادي نديرو لعبه مريم، ولكن ما عادش نلعبو، ما كاينش باقي اللعب. اليوم بغيت نهضر لكم عليها، حيت وقت ما درت شي فيديو لحتو تلقى الناس تيقول لك بارت 3 من لعبه مريم، بغينا بارت 3 من لعبه مريم. انا كنت بين نحبس منها صافي بلا ما نقول والو، ندير بحال ما عمري درتها، ولكن قلت ما كاينه معنى، خصني نهضر لكم السبب علاش غادي نحبس من هاد اللعبة. ولكن قبل من واحد الحاجة، ندير موسيقى حزينة باش نعاود لكم. دير موسيقى حزينة هاك معلم. ايوا دروك نعاود لكم. خوت واحد النهار ما بيا ما عليا، شعلت التليفون بحال هكا، بغيت ندير لعبة مريم باش نريكورد عليكم. منين درت نقلب في التليفون ما لقيتهاش، قلت طرات شي حاجة. مشيت للسطور تيقول لي راه مانصطالي عندك. قلت واه مكايناش اللعب، مكايناش وانا مانصطاليها. مشيت تنقلب تنقلب، عاوتاني دخلت للسطور قلت لك مكايناش شي حاجه. قلت لي اكتياليزي والو، تيقول لك مانصطاليها. فهمتش، تخلعت في هذيك الوقت. شويه تنشوف التليفون تطفى تطفى هكا صافي، شعلته تطفى عاوتاني، شعلته تطفى، بديت تنحيد الباتري. ولد شويه مني شعلته اكتيزير لك داك الشعار الايفون في التليفون بحال هكا. انا بدات بان لي تصورت هذيك لعبه مريم، غادي غادي تلقاها دروكا في الشاشه، غادي نكون حاطه هي اللي محطوطه ليا صافي. ديك الساعه دخلت انا خليت التليفون وانا نزيد في حالتي، هربت كاع من الخلع. ايوا سيرو تنعس انتوما، تيقطع راسكم غادي تنضحك معاكم الخوت. البلان هو انه واحد صاحبي اتنعرفو مزيان وبيكون تيتفرج دروكا في الفيديو الا حطيتو، قال لي بحال هكا في ميساجات، قال لي واحد الجيمر ما عقلتش، المهم جيمر مغربي ما عرفتش ديك السميه سميتو، قال لك قال لهم الا بيت سوبريميو لعبه مريم التليفون ديالكم ما تتحياتش وبحال هكا. ويقول لي سير سير جرب انت سير. انا كاع ما كنت بغيت نتافه في الاول، انا كي تنضحك معاك. مشيت هكا قلت انا نشوف هاد الشيء، جيت بين ديزانستاليها تديزانستالي داك الشيء عادي، قلت ويلي. ولكن منين جيت عاوتاني دخلت للسطور بغيت انستاليها باش ندير لكم بارت 3، عرفت راسي بغيت نعاود من الاول. انا قلت تجربه تنبي انستالي، مابقيتش بغيت انستالي ما باتش. توصل 99% وتيقول لك ما يمكنش، طلع هكا توصل الاخر وتيقول لك لا ما يمكنش انستالي. بديت تنعاود تنعاود تنعاود، وفكرت انا كاع نفورماتي التليفون على قبلها صافي. هذا هو المشكل، وهداك اللي خرج عليا هو داك الدري اللي قلت لكم ابي كنت تفرج دوكا في الفيديو، هو اللي قال لي سير ديزانستاليها. ودوك تيقول لك ما الا بيت ديزانستاليها وما باقيش غادي بيت ديزانستالا لك، هي تيكذبوا عليكم. ديزانستالي تا هي تحيد، ولكن ملي بنت لي شارجا مره اخرى ما باتش. ما عرفتش المشكل، الا عندكم شي حاجه بتقولها لي في الكومنتات كيفاش نصاوب هذا المشكل. ايوا هذا هو البلان، اني مابقاش غادي ندير لكم لعبه مريم. كان هذا. وبعدا واحد الحاجه بغيت نسولك، بغيت نقول لكم علاش بقيت وليت تنطع 3 ايام في الفيديوهات. الخوت عندي واحد المشكل، دروك بيسي خدام كلشي خدام فيه، ولكن ملي تنبغي ندخل يوتيوب نابلودي فيديو ولا شي حاجه ما بقيتش تبغي، الكونيكسيون ما بقيتش خدامه فيه، تيبان لي غادي نفورماتيه. تنبغي نتا عند السيد يصاوبو ليا، ولكن تنعكز مات غادي نصاوبو ان شاء الله. تنابلودي الفيديو تي من التليفون، وسمحوا لي لا تنطعطل عليكم، وتسناو شي جيم بلاي قريب. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، ما لعبنا ما حتى شي حاجه. اليوم بغيت نوضح لكم علاش ما بقيتش ندير هذه لعبه مريم، حيت ما بغيتش الناس يبداو تيقول لها بغينا لعبه مريم وانا ما نتاش فيهم. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، بصح شي لايك وسبسكرايب. كان معكم دول في الى طلع في راسكم وبيس عليكم. من فيرد انه مره كاين باصو سيبر جاي في تاكسي في هاك عندي كاتسو هضروني لا جيش باش قاعد يعني نادو بدا على